شيخنا، ما ردك شيخنا على بعض الصوفية اللي يجوزون المدد، تمام، جواز المدد للأموات عن الشيخ البدوي أو الدسوقي، ويستدلون بقوله تعالى: كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء، وكلنا نمد وبعضهم يمدون هؤلاء وبعضهم في الغي، سورة الأعراف. إيه دخلها؟ إيه اللخبطة؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. انتبه، شرك بالله. الشيخ مصطفى، نعم، يجوزون بعض جواز التوسوس ويستدلون بحديث الأعمى الذي جاء كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا التوسل بدعاء النبي والإيمان به في حياته. حياته، أيوه.